لينا الزميلة ياسمين يحيى من باريس لتطلعنا على كافة التفاصيل فيما يخص بعثة مصر في بطولة البارالمبياد باريس 2024. ياسمين، ماذا لديك؟ مساء الخير، مساء الخير على كل متابعين قناة الزمالك. احنا طبعا خلال الساعات اللي فاتت البعثة قدرت انها تحقق خمس ميداليات، اخرها ما كملناش ساعة واخدينها في الأربعة في رفع الأثقال وميدالية برونزية في الطايرة جلوس. فرحة فرحة ما تتوصفش لكل المتواجدين هنا في باريس، سواء لاعبين، أجهزة فنية، لجنة برلمبية، وزارة رياضة. وكان وش دكتور أشرف حلو على البعثة طبعا، أول ما حضر ماتش الطايرة أخذ الميدالية البرونزية، وكان قبلها بيومين واخدين ميداليتين ذهب المنياوي ورحاب أحمد. اثنين ذهب واثنين فضة وواحدة برونز، صح كده؟ وواحدة فضة لفاطمة. ومن شوية برضو أخذ محمد صبحي الألفات ميدالية فضة، كده اثنين ذهب واثنين فضة وواحدة برونز. صحيح. طيب عايز أعرف منك بقى الأجواء في البعثة عاملة إزاي، وعارف طبعا إن في احتفالات كبيرة والدكتور أشرف متواجد. بالظبط، احتفالات وفرحه كبيره وكل اللاعبين حتى في مختلف الالعاب بيحرصوا ان هم يروحوا على متابعه الدوري المنتخب. طبعا احنا عارفين ان اللعيبه خلصوا منافساتهم، ما فيش الا رفع الاثقال اللي لسه ما خلص. عندنا بكره ثلاث لعيبه لسه ما خلصوش المنافسات. مين ابرز اللعيبه ياسمين، عذرا على المقاطعه، ولكن عايز اعرف منك بقى يعني مين اللعيبه المتوقع ان شاء الله ان هم يكونوا بيتوجوا بميداليات اخرى في البارالمبياد؟ احنا عندنا الساعه 7:30، يعني بعد تقريبا ساعه، عندنا هاني عبد الهادي في رفع الاثقال هيلعب، وعندنا بكره نازيه فكري متوقع ان هي تجيب ميداليه هي كمان. بالمناسبه تم الاعلان النهارده ان نازيه فكري والكابتن عبد النبي حسن في اللي هو الشهير بحناوي في الكره الطائره هم اللي هيرفعوا علم مصر في حفل الختام، فطبعا نازيه متوقع لها ميداليه. وعندنا كمان راندا تاج، عندنا عمرو سعد. كل اللعيبه ما شاء الله في رفع الاثقال دايما بيفرحونا وبيجيبوا لنا ميداليات مختلفه انواعها يعني. طيب فيما يخص بقى تواجد الدكتور اشرف صبحي ومظاهر الاحتفالات اللي شفناها، اعتقد كل دوت بيعلي من الروح المعنويه وبيدي موتيفيشن كده، او يخلي اللعيبه اللي داخله عندها مباريات ومنافسات اعتقد معنوياتهم بتكون في السماء يعني. عايز اقول لك ان النهارده الدكتور اشرف صبحي والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنه الاولمبيه احتفلوا باللعيبه وكرموهم في مقر القريه الاولمبيه الصبح، وسلموهم المكافئات الفوريه اللي تم الاعلان عنها. المكافئات بيتم تقسيمها، يعني الميداليه الذهب بتكون 1500 دولار، الفضه 1000 دولار، البرونزيه 750 دولار. فرحاب ومنياوي كل واحد منهم اخذ 1500 دولار النهارده. دي مكافاه فوريه مالهاش علاقه بالمكافاه الاولمبيه او البرلمبيه خالص، مالهاش علاقه بمكافاه الوزاره، دي مكافاه فوريه البعثه بتصرفها للعيبه. منتخب الطايره جلوس كل لاعب حصل على 750 دولار النهارده. كان جو جميل جدا جدا، كانت جلسه وديه مع اللعيبه. الدكتور اشرف استمع لطلباتهم والفتره اللي فاتت عدت عليهم ازاي والاعداد. اعتقد يا ياسمين ده بيلقي بظلاله على اللعيبه اللي لسه هتشارك ان شاء الله، فبالتالي يقدر اللعيبه دي بالفعل كانوا اللاعبين متواجدين النهارده في الجلسه اللي هم لسه هيلعبوا بكره، كانوا متواجدين وكان عندهم حماس اكتر وتشوق اكتر ان هم يعني. بالظبط، كان زي ما بقول لحضرتك كان كل البعثه متواجده النهارده في مقر القريه الاولمبيه، كانوا موجودين معاهم وكنا يعني موجودين في الحدث دقيقه بدقيقه. ودكتور اشرف نقل لهم مدى اهتمام الدوله المصريه بيهم وبطلباتهم وتوفير كل ما يطلبوه من معسكرات، بطولات وديه، كل قال لهم كل طلباتكم مجابه. بشكرك يا ياسمين، شكرا جزيلا.